تذكروها الجملة متاع مشهور بها برشا مارتن لوثر كينغ اللي اختلوه I have a dream I have a dream أنا زيد I have a dream I have a dream أن تونس تشد ثنية صحيحة وتولي دولة مشرفة مش دولة تحشم برشا توا توانسة يقولوا تونسي يحشم قبل في راسه مرفوع عملنا الثورة التوانسة فهمتني وقضينا على الاستبداد والديكتاتورية وتو شنو أنا مثل هيلكم أنا الحكاية قلت بتاع ماء في وسط جردة كي في وسط أرض قلت غارقة شوية معني حفرة بتاع ماء فيها عفريت العفريت هذاك متاعو عنده لنثة متاعو عنده ولاده وبرش حنوش أخرين زواحف كيف القلت هذيك يستقاتوا أما القائد متاعهم المعلم متاعهم هو كالثعبان هذاك العفريت هذاك أكحل ومشعر وعينيه كي تلصف التوانسة قلع وكل عفريت ومرتك العفريت كالثعبان هذاك شو بقاو بقاو البقايا في الدومانات الكل معناها في السياسة في البنوك معناها في الاقتصاد في الإعلام بالطبيعة في الشعبة في حومك القوادك الصبابة في الداخلية في اللي تحب عليه البقايا مش توانسة الكل البقايا دوما ما يجوش 10,000 راه وكل الأخرين ما عندهم شخصية دوك ما يمشي مع الماشين ويجي مع الجايين عطيه كذبوعة تنوريكم الذبوعة أنا صورت لكم الذبوعة لحظة بركة أصبروا شوية يهبطوا الذبوعة في الفيديوهات المهم مشيش ياكل عفريت أو توفى بقى وكل بقايا كل حنوش أكل حنوشة هذوك بديت الريوس متاعهم وظهوراتهم والجلد متاعهم مش حنوشة بركة راه وجران وانواع متاع الزواحف فهمتني فك القلت المغرم نيتنا بديت الريوس تاو مثلا كي يبدا الماء ينشف يبدا الماء هغز الماء يبدا ينشف يتبخر 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 يتبخر, يتبخر. الريوس متاعك الجران ومتاعك الواحد هكا بقى ماء العوم وينقز واحد وطبعة وحالة حليل هذوكم هما الفيسيدي الجرانات وحنوشة وما يجيش حتى عفريت حنش وخرواتات وسخ هذوكم هما الفساد السراق اللي يسرقوا في تونس بالقانون اللي يسميه الكريمينال دو كرافات الكريمينال دو كرافات لابس كرافات وتكلم بالقانون والفصل كذا والدستور ولغة فهمتني وباراتان وكذا هو في الليل يسكر شفتهم وقعدت معهم سمعت كيفاش يتكلموا معناها بين الظفرين سامحوني يا محترمين يحشيوا فيه أنا قلت فيه يمثلوا معناها هذوكم توا وتخلصوا منهم نجم تعمل لك الشبكة ذيك اللي يستادوا بها العصافر كيما متاع السنافر تخلصوا منهم فما جماعة تحط في الحبس وفما جماعة تبقى تخدم ويصلح غلاته ويعطي للذل يعطي للذل كاروة واللي فهم واللي ما فهمش يلزمه المصبت العقوبة هما في بينهم هاربين من القانون وفالتين من القانون والقانون يطبق على الضعفاء وهما أقوياء القوية ربي راه ربي يمهل ولا يهمل يمهل ولا يهمل وربي يبعث لكم رجال أوكم في تونس الرجال وفي خارج تونس إن شاء الله نكون أنا واحد منهم فهمتني هذوكم أكل السراق ما عندهم الفلوس وعندهم الأسرار والكونت والنوامر والمود باس والكود سيب الفلوس يا خوي وسلح البلاد سلح البلاد ما تخلينيش ننطق كلام ما نحبش نقوله وفما برشا كعبات باش يشدوا الحبس 3 سنين 4 سنين 5 سنين كيما شدت النهضه انا وقت كل تلميذ عديت ربتي تجربه هي في حياتي ما زلت في الليسي وقتها وعديت ربتي 6 شهور في الشتاء خرجت في عطله الصيف في الخريف رجعت نقرا اما خديت اكسبيريونس شفت برشا حاجات شفت جماعه النهضه كيفاش مقطعين لهم الزر نتاعهم كيفاش يخرجوهم في الليريا
ويدوروهم على الحيط متلفتين واقفين هكا وجهه للحيط. ومن بعد واحد حجين بكلامات هكا القدم هكا اللي تدور هكا وتحط لام، عرفتوا هكا القدم القصار هذو تدور من لوطه يتحل هكا تحط لام وتسكر، يعملوا لهم يتلفت بالكعبه يعملوا طرف صابون اخضر ولا اصفر ولا نوع نتاع صابون ناتن حتى مش حتى فاوة، يعملوا تك 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 ويزلعوا منه ويزلعوا منه، فهمتني؟ يعمل ضربه ما هكا الوجه يتلفت الحيط واللي بعده واللي بعده واللي بعده يسلخوهم بلام واحد بلام واحد. ها وكانوا يفرقعوا فيهم، مرة يبعثوا البنزرت، مرة يبعثوا القفصة، مرة يبعثوا المهدية، مرة يبعثوا الرجيم معتوق، مرة يبعثوا الدرشنو جيبس، مرة يبعثوا الكيف، مرة حاسيلوا الفاميليات متاعهم. فما واحد نهضة مرة من بنزرت من القهر والدمار، تصور نهضة زعما مسلم، انت حر، مرته قالت لي اقسم بالله انت حر من ما عادش سيء. فما واحد قعد مع واحد نهضاو ما في بالوش بيه، نهضاو هو بيلوت اسمه المسدي ما نعرفش عليه حي ولا ميت، معناه كوموندون دو بور بيلوت، فترو في فرنسا كل نهضاوي ولا القيادي ولا عنده فكر مدلو كارت فيزيت، هذاك كان معايا في نفس البيت وفي نفس البلاطه، معناه فرش كي بوبلاستين مبني بالسيمان، اللوطة ثلاثة والفوق زوز، اللوطة ثلاثة والفوق زوز. هذا يا سي المسدي قطعوه قطعوه بالزرارق وبالدوايات، مرضوه بالقلب اللي هو كان كوموندون بور بيلوت، معناه نورمالمون لي بيلوت هما ناس معناها صحتهم جيدة الغاية والنظر متاعهم 10 على 10 ودماغ وحافظ المات والفيزيك والتكنيك والشيمي وحافظين برشا حاجات، مش شيمي معناها يمكن الشيمي، حافظين برشا حاجات، حاسين علوم صحيحة وكل قارين وسوق طيارة مسؤولية الأرواح الكل هو بشي يوصلهم من تونس للديستيناسيون اللي ماشيين لها. لحظة برك هاي هذا سي المسدي قطعو ولده، كان ديما يجي الاول اسمه خليل ولده يسكن حي غزاله، كان يقرا في نفس الليسي اللي كنت نقرا فيه هنا، ليسي الوفاء في حي غزاله، اصحابي برشا اصحابي قراو في الوفاء، فهمتني؟ عملوا فيهم توا هالسراق وتحكي على المصالحه والمحاسبه، فما نوعيه نتاع السراق قلوبهم خايبه، قلوبهم ميته اصلا، عميان قلوبهم، حيوان وحش يحسب في روحه وفهم كل شيء ويفك ويضرب ونعرف فلان وتا نحطك في الحبس وتا نكلم فلان وتا هاكم وليتوا حتى شيء يا اللي تشعبتوا في نادى تونس وتشعبتوا في الفكرة متاع شو اسمه هو محسن مرزوق، يا محسن مرزوق عملت مشروع تونس، حزب مشروع تونس يا سفر فاصل، مشروعك انت هذيك حلمتك انت، ماكش باش توصل حتى شيء يا عميل الامارات، يا خامج يلي تكره بلادك، يلي تقدح في سيف الدين مخلوف علق تصويرة قيس سعيد في الحملة الانتخابية، سيف الدين مخلوف وائتلاف الكرامة معلقوش تصويرة سيف قيس سعيد، انصار هذوكم في الوردية ولا في اسمها البلاصة لاكانيا ولا المحمدية ولا درا شنو حتى تصويرة قيس سعيد ما في بالوش، هو سيف الدين مخلوف تتهم فيه انت في الراديو ديما وما تجيش في ظفره، وانت سيف الدين مخلوف يا محسن مرزوق يا سارق يا باراتان يا سارق، اي سارق وعميل وتحب روحك وتحب الفلوس وتحب كرشك وتحب ما بين فخذيك، يا عميل يلي صححت كونتراتو في امريكا متاع درشنوة محسوب ما في بناش وقت طلعت مع البيجي قايد السبسي، زعما انت تمثل تونس، حاسب روحك ذكي وفيت راهو العهد هذاك، سايب عليك من السياسة هاك ما زدت صغير شوية، برا امشي يعمل مشروع متاع زراعة ولا فلاحة ولا صناعة ولا خدمات ولا حاجة، وبعدك من السياسة تكلم في الانتوراج الضيق متاعك فاميلتك والناس اللي تأثر عليهم، ماكش باش تأثر على الشعب على خاطرك منافق ومداهن يا محسن مرزوق،
هي مشروع تونس، مشروعك انت، فكرتك انت، حلمتك انت، مش مشروع تونس. مشروع تونس هي قيس سعيد والديمقراطية والبرلمان والتعددية وحرية التعبير والتطور والإنجاز والعمل، مش انت، انت حد شيء، انت عميل، عميل كيما برشا عمالة، والشعب الكل في باله بيك. معناها اجبد روحك من السياسة، ما على خاطر ما عادش يثيقك حتى حد. باه باش بديت انا الحديث، والله نسيت تي المهم الكلام برشا، وهاني ننسى خاطر الحل كويس برشا. باش بديت تو نذكر، ديما ننسى انا الحل كويس وننسى. على كل حال اللي نعمل فيه هنا اماتور، اماتور مانيش في تلفزة وكل كلمة بك الحسبة، ولا في راديو وطني ولا خاص. أنا عندي الشانيل متاعي، الشانيل متاعي في اليوتيوب في العصر هذا، واضح. باش بديت أنا الموضوع، باش نسيت نذكر، والله نسيت. دي مش مشكلة، المهم قلتك اي صحيح، ديت بك القلبة وك الريوس اللي والعينين كيما الجران والحنوش. هاي يزيكو توا العمل ثم العمل ثم العمل، والشعب يلزم ياخو حقه. الثروات الطبيعية بتاع تونس هذيك رزق حطو ربي في البلاد هذيك للشعب هذيك، للشعب هذيك، مش للسراق اللي يسرقوا في الشعب بالقانون. كريمينيل دو كرافات، باي باي كريمينيل دو كرافات، باي باي. وتخرج من تونس ما عندك وين تهرب، وين مش تمشي للقمرة، ما عندك وين تهرب، وين مش تمشي لفرنسا نشدوك، لألمانيا نشدوك، وين مش تمشي للسعودية، الإمارات نشدوك، كندا نشدوك، أمريكا، ما عندك وين تهرب. أبقى في بلادك وموت في بلادك وتبعث يوم القيامة في بلادك إن شاء الله ربي يغفر لك. معناها يزيك من السرقة، وخذ بايتك اللي تعيش بها أنت وفاميلتك والباقي متاع الشعب، رجع متاع الشعب، أو زيد خدمة، زيد خدمة، اعمل يفور 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 وتخدم. وكل فلوس هذيك متاع الفقراء ومتاع الزواولة ومتاع المناطق المهمشة ومتاع الجر ومتاع الزواولة اللي ما يعرفوش يعبروا، فهمتني، واللي تغطوا فيهم بالقانون. يا سياسيين يا خماج، سياسيين الكذابين السريق، مش السياسيين الصادقين. والشعب يعرف شكونه صادق وشكونه كاذب. ويزيني توا من الحديث، انا نحب تونس تتصلح، والتوانسه الكل يحبوا تونس تتصلح. التوانسه، التوانسه المواطنين اللي سماهم المرزوقي شعب المواطنين، مش السريق واللي كوروبتور. هاي السلام عليكم ورحمة الله. وقيلة باش نهبط برشا فيديوهات، خاطر حبيت نختصر، راني نتكلم تو نهبطهم، نهبط لو ماكسيموم، ماني خاسر شيء. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.